فاش كالح فيها الرجيلة الغبرة. يا راجل يا راجل، هذه مضرة بالصحة وبالجيب، وراهي حتى تساهم في تلوث البيئة. عارفها عارفها عارفها، لكن أنا نحبها وعندي بها قوسطو وعندي بها حشيشة قوية. نحبها، نحب ندلعها ونزينها ونتكمها. حول الواحد، الواحد شنو يبي يقول وخلاص باه. وبعدين لما تزينها وتتكمها شنو تدير لها؟ يعني قلت لي نسمع فيك تقول مسابقة. اي الاسبوع القادم باذن الله تعالى هنالك مسابقة الى اجمل شيشة. اي باجمل شيشة باه، هذا فش فالح. لكن قول لي حقا يا طيب، انا بكري هيك نشبح فيك وانت خاش، نشبح فيك مشيت جهة الدولاب وجايب معاك هيك شكارة ولا شبحت لي حاجة، شنو فيها هذه؟ شنو فيها؟ شنو جايب فيها؟ تو نقول لك، لكن اسمعي الشعر اللي كتبته على الشيشة قبل. لا اسمعي، قول لي شيشة شنو فيها؟ اسمعي، فيها بضاعة جايبها نبي نزين بها الشيشة بتاعنا باش تولي منظرها كويس وتفوز بالجائزة. اسمعي الأغنية تو اللي أنا قلتها وردي معي. قبل الاغنيه مش فيها تقولي؟ مش تقولي شن فيها قبل؟ يا ودي فيها جاوي، فيها فاسوخ، فيها شويه حلتيت باش تبعد النفس والعين على الشيشه الجميله. واني هذه علاش تستنى فيك تقولي شنو فيها وانت تبل وتعجن؟ اسمعي. ها نسمع. دخلت للهند وللصين ومن داكار البلغرات، من داكار البلغرات، وما شاء الله تشوف الشباب دايرها مليون حساب، دايرها مليون حساب، وحتى من صحتا عاطيها يمضد ويتغنى بيها، حتى ويتغنى بيها، حتى من صحتا عاطيها يمدحها ويتغنى بيها، يمدحها ويتغنى بيها، حتى من صحتا يعطيها محلى الصحة محلى العيشة محلى الشيشة، بندلعها ونزوقها ونلونها ونجليها، ونلونها ونجليها، الشيشة 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 الشيشة. باهي باهي باهي، فهمنا الشيشة. أيوة هيك للدرجة هذه تحب الشيشة؟ هي يا بابي والله الواحد شنو بيقول. بس راح احكي لي الثاني، قلت لي حق في المسابقة. في مسابقة بإذن الله تعالى، وهنالك ضيوف شرف مشاركين في المسابقة هذه. سلام، غير استنى هني عاد، ما تقوليش إن شاء الله مش نقلينها حتى في الفضائيات. طبعا نقلينها، حتى قناة سلام نقلتها بإذن الله تعالى. هنالك مشاركات شرفية من سوريا ومن لبنان ومن العراق ومن المغرب ومن اليونان ومن ميلطا لحنينة وتونس، كل الدول العربية مشاركة. أيوة والأوروبية. أيوة والله لا شيء يهبل، والله كلام فاضي. هذا كله مدارينا على الشيشة، على الشيشة وعلى المسابقة، على المسابقة. المسابقة اللي غش لها بإذن الله تعالى واحد زينين إن شاء الله نفوز بتاج الشيشة. الله اللي يسمعك. هيك بتعرف يا راجل، نقول لك حاجه، شو رايك مش تسجلها معنا في الكتيب العيله وخلاص؟ ايوه فكرتيني، نبي ندور لها اسم يشن ويرن. شو رايك لو كان نسميها، شو رايك لو كان نسميها كليوباترا؟ لا لا لا، نسميها شهرزاد. لا ايوه لقيتها، نسميها شيشة الدر على وزن شجرة الدر. هي يا باب هي عجب، حتى الشيشة يبدأ لها اسم. يا سبحان الله، الشيشة هذه مش غريب، أصلها عربي. ها؟ علاش هي الشيشة عربية؟ والله هنالك اختلاف بين الشيشة عربية ولا فارسية ولا تركية، لكن أنا حسب وجهة نظري بأن الشيشة هذه أصلها عربي وأكيد. وعلاش أصلها عربي وأكيد؟ نقولك فاهمني، هاي مش الشيشة تبي غير الكركيرو. صح مزبوط. باه، ومش تبي غير الجبد والنفخه. صح صدقت. باه، ومش تقطع النفسه. اي تقريبا ندري عليك وانتو لي لك. خلاص معناها أكيد أصلها عربي. قال لك جبال جباد 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 ورقيلة، هذا فش فالح. طيب أيوة يا طيب، أيوة يا طيب، أيوة
شويه فكنا مش قلت لك برقيله اني تول بنقول لك المثل الشعبي نتاعنا الباهي هذا قايل. ايه يا بابا هي وراي وراي بالامثله هذه. المثل يقول ما زال تسمع كان عمرك طول. ما زال تسمع كان عمرك طول، ما زال تسمع كان عمرك طول. اكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مرسين المساهمة وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام، أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي، وهكي تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون، وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.